يسأل يقول: إذا رمضان دخل وعلي قضاء من رمضان الفايت ماذا أعمل؟ إذا دخل فأنت كسول، إلا أن تكون مريض، يعني سنة كاملة 11 شهر ما أمداك تصوم. ها الله يا إخواني، إنها مشكلة، مشكلة كبيرة. فعليك يا أخي أن تتوب وتستغفر وتقضي بعد رمضان وتطعم عن كل يوم مسكين بدل الكسل. لكن إن كان عندك عذر بمعنى مرض مستمر أو ذلك، فإنك تقضي ولا تطعم، تقضي ولا تطعم. نعم.